الخرائط توضح لنا الشغل اللي انا عملته، لان انا شغلي كله مش هيبقى عبارة عن جداول. او لو انت دلوقتي راجل مسؤول مثلا في مكان معين، الريبورت اللي انت هتعمله مش هعمل مثلا 5000 صفحة واقعد اشرح له اقول له لا والله انت لازم كذا وكلامي ونكتب وجداول وحاجات. لا، المسؤول او الراجل اللي الهيد بتاع المكان ما بيبقاش عاوز وقت كبير، بيبقى عاوز يبص على بروشور، خريطة، رسم كروكي، يفهم الدنيا. فطبعا كأنك راجل جغرافي بتاع جغرافيا بتاع نظم، فالخرايط بتاعتك احسن دليل هتبقى على شغلك. والخريطة اللي قدامنا زي ما حضراتكم شايفين بتبين الكثافة البنائية بالمتر المربع والكثافة البنائية بالمبنى. فاللي هيبص على الخريطة المفروض يبص، والله انا عندي دلوقتي في الكثافة البنائية عندي 3 فئات، في فئة اقل من 2000 متر مربع لكل فدان، هنلاقيها مثلا في المنطقة بتاعت ابن الرشيد وحي رود الفرج، شيخة رود الفرج البلد. وعندنا في الكثافة، كل ما الكثافة تبقى قليلة طبعا ده في المعيشة وفي التخطيط العمراني بيبقى حاجة كويسة. يعني ايه؟ يعني ما اروحش مثلا على منطقة زي المنطقة اللي هي منطقة المبيضة وطوسن وجزيرة بدران، قال الكثافة متضخمة جدا، كبيرة جدا، يعني هنا اكثر من 2500 متر لكل فدان. لا، هنا البيوت مثلا ومساحات البيوت لازقة في بعض والكثافة البيوت عالية جدا، فده في حد ذاته يعني بيعمل عملية ايه، خنقة للواحد. انا عاوز امشي في التخطيط العمراني او في المدن، انا عاوز امشي في اماكن يبقى فيها فراغات وفيها هواء داخل وهواء خارج، مش متكدسة، ومش زي مثلا ابقى واقف في الشباك بتاعي مدد ايدي واصل للشباك جاري. تمام، هنا مفيش دورة هواء بتشتغل، مفيش زي ما هنشوف في الورش الجاية إن شاء الله، مفيش دورة هواء بتشتغل، مفيش إشعاع شمسي داخل من الكثافات والارتفاعات اللي موجودة في المباني بتاعتنا. نرجع تاني، خلصنا مستويات الكثافة، في بقى متوسط ارتفاع المبنى زي ما اتكلمنا. أنا بجيب متوسط ارتفاع المبنى اللي موجود، أنا هيبقى عندي عدد الطوابق وأعداد المباني، فلازم أجيب متوسط ارتفاع المباني. برضو عمق وطول واجهات المباني، واجهة المباني بتفرق، طول ما واجهة المباني كبيرة ده في التخطيط حاجة كويسة. يعني أنا مثلا عندي واجهة مباني 10 متر، واجهة بيت 10 متر، ولا واجهة بيت 20 متر، ولا واجهة بيت 5 متر. واجهة البيت ال20 متر هيبقى فيها فتحات شبابيك كتيرة وبلكونات كتيرة، ده هتساعد في دخول الهواء وأشعة الشمس. بالنسبة لو انت حتى مش يعني مش عاوز تقعد في بلكون، هو اوتوماتيك الهواء والشمس هيدخلولك. تخيل بقى انت عندك الواجهة دي كلها وطلعت قعدت في البلكونة، ايه مردود الإيجابي هيبقى على البيئة الصحية اللي موجودة في المكان. وبيبينها الجدول دوت اللي هو برضو نفس الكلام، عدد المباني عندي وعدد الطوابق المرة دي وارتفاع المباني بالمتر. فاحنا لو قسمنا ارتفاع المباني بالمتر على عدد الطوابق هيجيب لنا متوسط ارتفاع المبنى بالمتر. يعني انا مثلا عندي في شياخ الطوسن متوسط ارتفاع المبنى بالمتر 12 متر، ومعروف كده ان الطابق او الدور السكني مساحته، عفوا، طوله رأسي 2.8 متر مع السور اللي بيبقى فوق السطوح، فاحنا بنتجاوز الحتة دي ونقول والله لا 3 متر. يعني هي في الكود المصري 2.8 متر، وبنحط بقى ايه لكل دور مثلا 20 سنتي في السطح كده عشان السور الخارجي فوق خالص، فبنقول 3 متر. فاحنا لو جينا قسمنا ال12 متر دور على 3 هيطلع لنا متوسط الطوابق في منطقة طوسن 4 طوابق، يعني المبنى فيه 4 طوابق.